الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. إذا رأى صاحب الرؤيا أنه يشعل الفرن في المنام علامة على التغيرات في العمل والرزق الواسع له والله أعلم. حلم المرأة أنها تقوم بإشعال الفرن في المنام علامة على الإطمئنان وراحة البال التي ستناله هذه المرأة هذه الأيام والله أعلم. رؤية الرجل أنه يقوم بإشعال الفرن في المنام دليل على بدء في عمل جديد أو وظيفة جديدة يحصل عليها. حلم إشعال الفرن في المنام علامة على التغيرات الإيجابية التي تحدث في حياة صاحب الرؤيا في حياته والله أعلم. من يرى في المنام أنه يقوم ببناء الفرن البلدي بالطين علامة على بناء الديوان أو المجالس التي يجتمع فيها الأهل والأصدقاء هذه الأيام والله أعلم. حلم بناء الفرن بالطين بالطوب في المنام علامة على المصلحة العامة الذي يشارك فيها صاحب الرؤيا مع بعض الأصدقاء والله أعلم. من يرى في منامه أنه يقوم ببناء الفرن بالطين علامة على العديد من المشاريع والمصالح التي يدخل فيها خلال الأيام المقبلة. كما تدل رؤية بناء الفرن بالطين داخل البيت علامة على الأفراح والسعادة القادمة لأهل البيت والترابط الأسري والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تقوم بغسل الفرن في المنام علامة على الحياة الجديدة التي ستدخل بها والتغيرات الجذرية في مستقبلها والله أعلم. رؤية الرجل أنه يقوم بتنظيف الفرن في المنام علامة على تحويله إلى الأفضل وتغيير كل السلبيات في شخصيته والله أعلم. حلم الفتاة العزباء أنها قامت بتنظيف الفرن في المنام علامة على الفرج القريب والرزق الواسع لها والله أعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم.